مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصلة. كلنا متابعين على مدار السنوات السابقة الدولة بتهتم بكل القطاعات في مصر بشكل كبير جدا وبتنميتها وبسن قوانين تسهل عملية التنمية في كل قطاع على حدة، ويمكن من آخر القطاعات اللي بالفعل تم سن قانون خصيصا ليها للمساعدة على تنميتها بشكل كبير جدا كان قانون تنمية هيئة التنمية الصناعية، لأن قطاع الصناعة زي ما احنا كلنا عارفين من القطاعات الهامة جدا في مصر ويعد كمان قاطرة للتنمية في الصناعية في مصر، وكان بيواجه مشاكل كثيرة جدا من أهمها أن كان هناك جهات كثيرة جدا تتدخل لإنشاء مصنع واحد. عشان تنشئ مصنع كانت جهات كثيرة جدا بتضطر تلجأ لها عشان تحصل فقط على الترخيص، ولكن البرلمان مؤخرا أقر قانون جديد لهيئة العامة للتنمية الصناعية جعل لها شخصية اعتبارية مستقلة، هيكون لها موازنة مستقلة، هيكون لها قرار منفصل، هيكون لها قدرة على استخراج التراخيص لأي حد ممكن يكون حابب ينشئ مصنع. أيضا الأراضي ممكن تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يعني تسهيلات كثيرة جدا أدخلها هذا القانون الجديد اللي أقره البرلمان مؤخرا ليسهل عملية التنمية الصناعية في مصر، هذا القطاع الهام جدا اللي من شأنه إن هو يرفع بشكل كبير جدا من حجم الاستثمارات، وكمان هيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في مجال الصناعة وإنشاء مصانع أجنبية على أرض مصر. كل هذه التسهيلات أقرها القانون الجديد اللي احنا نناقشه مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا من همزة وصلة، واللي هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج على مشاركتكم في رأيكم في قانون التنمية الصناعية الجديد اللي أقره البرلمان مؤخرا. ولكن قبل ما نبدأ مع المتخصصين اللي هيكونوا معايا عبر الهاتف هنروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم نبدأ التحليل. بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لدعم القطاع الصناعي في مصر، جاء قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليعزز جهود تنمية هذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية. القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وهي المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة. وبموجب القانون الجديد أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الاقتصادي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات اللازمة من مكان واحد هو الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وزير التجارة والصناعة طارق قبيلة أكد أن قانون هيئة التنمية الصناعية أعاد تنظيم الهيئة لتقوم بدورها الرئيسي في دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي. وأوضح قبيل أن القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وكذلك وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين من خلال ضوابط تضعها الهيئة للتصرف في الأراضي الصناعية، سواء كانت تلك الأراضي تقع تحت ولايتها أو خارجها، الأمر الذي سيسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ويمكن التقرير أجاب كل البنود اللي تم إقرارها خلال هذا القانون، ولكن إحنا عشان نعرف الفوائد اللي أقرها هذا القانون وانعكاساتها على قطاع الصناعة لازم كمان نكون عارفين إيه هي المعوقات اللي كانت بتواجه قطاع الصناعة، وهل بالفعل رجال الصناعة في مصر موافقين على هذه البنود وهذه القوانين، لأن إحنا دايما عارفين إن أي قانون بيقره البرلمان بيكون ليه بعض المعوقات وبيكون في بعض من القبول أو الرفض في المجال اللي صدر خلاله.
النهاردة برضو هنشوف وهيكون معايا عبر الهاتف الأستاذ شريف القريبي وهو الخبير الاقتصادي عشان نعرف منه أهم المعوقات اللي كانت بتواجه هذا القطاع من قبل. أستاذ شريف تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني إحنا بنتحدث اليوم عن قانون جديد لقطاع الصناعة، يعني ما هي كانت أهم المعوقات اللي بتواجه هذا القطاع في السنوات السابقة واستطاع هذا القانون أن يقضي عليها؟ الحقيقة يعني النشاط الصناعي في مصر أهم المشكلات اللي كانت بتقابله هو في ثلاثة مرتبطين بوزارة الصناعة أو بوزارة الصناعة والتجارة، وفي عنصر رابع مرتبط بالجهاز المصرفي. نعم. الثلاث معوقات كانت في التراخيص وسرعة الحصول على ترخيص صناعي والمعوقات والروتين وخلافه. المشكلة الثانية هي ان ما فيش كان نقدر نقول خريطة استثمارية صناعية واضحة، وبالتالي مع كل مستثمر يتقدم بفكرة كانت بتدرس هذه الفكرة وما كانش فيه نقدر نقول قاعدة بيانات عن الأنشطة الصناعية المقبولة والمطلوبة في الدولة. الحاجة الثالثة وهي اللي نقدر نقول عليها متابعة المشروعات، يعني النهاردة القانون الجديد هو بعد غير أنه بيعطي تيسيرات كبيرة في الحصول على التراخيص وبعد كده تخصيص الأراضي والكلام من ده، لكن ما فيش أعطى أيضا حاجة ميزة تانية وهو عملية المتابعة والرقابة الإيجابية على النشاط الصناعي، وده غطاها القانون الجديد، لأن كان قبل كده اللي بيقوم بعمل مشروع صناعي كان كأنه قاعد في يعني ده حاجة خاصة بيه هو، ومش عارف إن لو الله يقدر هذا المشروع فشل فبيقالوا أضرار سلبية مش عليه هو الوحد ولكن على الاقتصاد القومي بشكل كامل. طب اسمح لي في النقطة دي يا فندم، يعني من خلال الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، هل ده ما بيتدخلش وما بيتعارضش مع بعض من قوانين قانون الاستثمار الجديد ولائحة التنفيذية وبعض من الجهات التانية اللي كان ليها الحق في البت في عدد كثير من سواء التراخيص أو زي ما حضرتك ذكرت المتابعة أو الخطة الاستثمارية الواضحة لأي مشروع؟ هو الحقيقة القانون الاستثمار وكل ما هو مرتبط بالاستثمار المفروض أنه يركز على تهيئة مناخ الاستثمار في كل القطاعات، ولكن النشاط الصناعي بشكل كامل، يعني احنا النهاردة لو هنقول الاستثمار ده ممكن يكون صناعي، فاللي بيراقب ويخطط للنشاط الصناعي هي وزارة الصناعة. تمام. الاستثمار ده ممكن يكون سياحي وفندقي وخلافه، اللي بيراقب ويخطط لهذا النشاط وزارة السياحة. الاستثمار ده ممكن يكون في نشاط الاستثمار العقاري وخلافه، فوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية هي اللي تقوم. وبالتالي قانون الاستثمار هو القانون الذي يسمح بإيجاد البيئة الصالحة لجذب استثمارات جديدة ونمو الاستثمارات القائمة بغض النظر عن طبيعتها. أما طبيعة هذه الاستثمارات تكون مرتبطة بالوزارات اللي هي متخصصة بالرقابة على هذه النوعية من الاستثمارات، زي ما قلنا الصناعة، زي الصحة، المستشفيات بالنسبة لوزارة الصحة والخلافة. تمام. وبالتالي لا يوجد أي تعارض، وده يمكن دائما وأبدا العبد الله كنت بأنادي بأن النهاردة كل هذه الأنشطة، يعني يبقى في مجلس، هو في مجلس أعلى الاستثمار، لكن أنا بقول لازم يبقى في مجلس قومي للاستثمار وتمثل فيه هذه الوزارات جميعها، ويتم التخطيط والترتيب والرقابة والتيسير بشكل متكامل، اللي هو يمكن احنا كنا بنقول عليه النافذة او الشباك الواحد في مراكز خدمة المستثمرين او الموقع اللي هو بيخدم المستثمرين من خارج مصر. تمام. فانا بتصور ان ما تم في القانون الجديد بالنسبة للتنمية الصناعية هيكون حال لكل المشكلات، او نقول بلاش كل عشان ما نكونش متفائلين زيادة عن اللزوم، ولكن لأغلب المشكلات المرتبطة بتنمية النشاط الصناعي في مصر. وزي ما قلت حضرتك النشاط الصناعي معوقاته كانت تراخيص، كانت إن لازم يكون فيه
خطط قطاعية مرتبطة بالصناعات المختلفة، وأيضا الحصول على الأراضي اللازمة وتيسيرات كلام بقى. النقطة الرابعة بقى اللي هي خارج هذا القانون، وهي مهمة جدا لاستكمال المنظومة اللي إن شاء الله تجيب نتيجة إيجابية على النشاط الصناعي، وهو التمويل. يعني النهاردة إحنا في مناسب عرفنا مبادرة، ده دور وزارة الاستثمار المفروض، لا التمويل ده الجهاز المصرفي البنك المركزي المصرفي. فالنهاردة احنا نعلم عن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي 200 مليار، اعلن عنها ب 200 مليار جنيه من حوالي سنتين. حضرتك لو بصينا اللي استخدم من ال 200 مليار دول لغاية النهاردة ما يتخطاش ال 50 مليون جنيه، ربعهم يعني او لا يعني. لا مفيش ربع، ده احنا بنتكلم 2% او 2.5%. فطبعا ده ليه؟ لان النهارده احنا حطينا الفند الحمد لله التمويل اتوجد. وبشروط لا يعني غير مسبوقه، احنا بنتكلم على فايده للمشروعات الصغيره لغايه 5 مليون جنيه ب 5%، وبعدين لغايه 20 مليون جنيه ب 7%. طيب لازم يقابل هذا ايضا، والشيء بالشيء يذكر، ان يبقى في خريطه استثماريه للصناعات الصغيره والمتوسطه، ويكون دراسات جدوى مبدئيه معموله بتساعد المستثمر الصغير ان هو يقوم بعمله، وان يكون هناك فتره حضانه لا تقل عن سنه. هذه الفتره هي اللي بيقوم بها هذا الكيان اللي بيقوم بالاشراف على هذه المشروعات وتيسير الحصول على هذا التمويل، بأن يكون أولا بتدريب المستثمر الصغير قبل أن يبدأ نشاطه، سواء على الإدارة أو على التسويق، على قراءة القوائم المالية والمحاسبية. ثم بعد ذلك يكون معه كتفا بكتف لمدة سنة لضمان نجاح المشروع. بعد كده مشروع لم يقف على رجليه بيمسك. نفس الحكاية، احنا النهاردة القطاع الجهاز المصرفي مطلوب من البنك المركزي المصري ان هو يوجه البنوك التجاريه الى قطاعات بعينها بالنسبه للتنميه في كل المجالات، وبالنسبه للتنميه الصناعيه، حيث اننا نتحدث عن التنميه الصناعيه. بالطبع. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف القريبي الخبير الاقتصادي على هذا التحليل. اذا زي ما شفنا مشاهدينا مع حضراتكم او استمعنا لاستاذ شريف، تحدث ان هذا القانون بالفعل سيسهل كثيرا على اي من المستثمرين اللي حابب ان هو يبدا اي نشاط صناعي. هيكون الموضوع في جهه واحده، وهيكون جهه واحده هي صاحبه القرار في استخراج التراخيص، ودي يمكن كانت من اهم المعوقات اللي كانت بتواجه الكثيرين من اللي حابين يبداوا اي مشروعات صناعيه كثيرة. قبل ما نكمل مع خبرائي اللي هيكون معايا عبر الهاتف، خلونا نروح نشوف آراء حضراتكم اللي وصلت لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج مع الزميلة عبير شوشة. ننتقل إليها. مساء الخير ميرفت، مساء الخير مشاهدينا. الكثير من التعليقات جاءت كالمعتاد للمشاركة في الحلقة وتقديم عدة اقتراحات من أجل النهوض بالصناعة المحلية، لكن الحقيقة بعض الاقتراحات أكد على نقطة معينة، وألا وهي أهمية الاهتمام والنهوض بالزراعة في المقام الأول، لأن الصناعة تقوم على الزراعة. إذن علينا في الأساس النهوض والاهتمام بالأساس الذي يقوم عليه الصناعة. أقرأ التعليقات بالتفصيل. أيمن الأنصاري: يمكن تفعيل قانون التنمية الصناعية للنهوض بالصناعة المحلية والوطنية من خلال الدولة وتحت إدارة وإشراف الدولة من المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي الذي به تنهض أي دولة اقتصاديا في التنمية الصناعية والزراعية في ربوع الوطن وبالمواصفات العالمية للمنتجات المحلية. وعلينا تأخير دور تصدير المنتجات الوطنية من قبل أن يتشبع به السوق المصري، لأن مصر فوق الجميع. ممدوح أبو عاصي: قانون التنمية الصناعية للنهوض بالصناعة المحلية سوف يعمل على تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين. أيضا سوف يساعد على الترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها والنهوض بها.
محمد الشريف نظم قانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية ويؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يمكن كانت هذه بعض التعليقات التي قدمت بعض الاقتراحات من أجل الصناعة أو النهوض بالصناعة المحلية. أعود إلى زميلتي ميرفت للمتابعة. شكرا لك يا عبير، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي أكدت بالفعل على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع، قطاع الصناعة. يمكن بعض المشاركات أكدت أيضا على الاهتمام بقطاع الزراعي اللي لا يقل أهمية في دوره في عن قطاع الصناعة في الاهتمام به وتنميته. هيكون معايا عبر الهاتف في الجزء هذا الجزء من الحلقة الأستاذ أحمد سمير، وهو رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. تفضلي. اهلا بيك يا فندم. يعني بنتحدث عن هذا القانون اللي تم اقراره بالفعل وحضرتك تقدمت بيه، عايزين نعرف اهم البنود اللي من خلالها هذا القانون سيحدث نقله نوعيه في قطاع الصناعه في الفتره السابقه ويزيل الكثير من المعوقات اللي واجهت هذا القطاع لسنوات كثيره. هو القانون يا فندم زي ما حضرتك عارفه في الفتره الاخيره كانت هيئه التنميه الصناعيه اوكل اليها العديد من المهام الجديده. نعم. وهي دلوقتي اصبحت العمود الفقري اللي مسؤول عن المصنعين في كيان وزاره التجاره والصناعه. هيئه التنميه الصناعيه نتيجه للاعباء اللي اتحطت جديده عليها في السنتين اللي فاتوا، سواء من تخصيص الاراضي من قانون التراخيص الى اخره، كان صادر لها قرار جمهوري برقم 350 لسنة 2005 بينظم عملها. وكان القرار الجمهوري ومعاه بعض القرارات الوزارية هي اللي بتنظم عملها. تمام. احنا جمعنا كل الحاجات الجديدة اللي كانت تقدر انها تدي للهيئة ده مزيد من المرونة وسهولة اكتر في اداء عملها علشان تخدم المستثمر الصناعي بطريقة افضل، وعملنا القانون دوت من 36 مادة بينظم عمل، بيعيد هيكلة الهيئة وبينظم عملها من أول وجديد علشان تقدر أنها تحقق أهدافها بسهولة ويسر. نعم. طيب اهم يعني احنا دايما عارفين ان لما يكون في هناك مناقشه لاي قانون جديد بيطرح للنقاش المجتمعي والمختصين والمعنيين كمان بهذا القانون، هل تم هناك رضاء داخل القطاع الصناعي في مصر ورجال الصناعه في مصر بهذه البنود الجديده لهذا القانون؟ يا فندم. يا فندم. تم بالفعل. طيب حضرتك شايف اهم البنود اللي حضرتك والوزارات كمان يا فندم والحكومه، لان مش بيتم بس مع يعني بيتم النهارده الحوارات أو جلسات الاستماع كمان للحكومة كمان بالإضافة إلى المجتمع المدني، فالاثنين يا فندم كان في توافق عليه. طيب كان معانا الأستاذ شريف القريبي وتحدث عن فكرة التمويل لهذه المشروعات اللي هي المشروعات الصغيرة ومبادرة البنك المركزي ال 200 مليون مليار جنيه لتمويل مليار المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضرتك شايف إن كيف سيسهم بالتعاون مع هذا القانون هذه المواد في دعم صناعة الفترة القادمة؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هيصدر لها قانون قريب، في قانون بينظم عملها، قانون 141 اعتقد ان في بيتناقش حاجه دلوقتي فيه، لانها لجنه ثانيه، في لجنه عندنا اسمها لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر برئاسه النائب محمد علي، فانا اعتقد ان هم بيناقشوا حاجه ليها علاقه برضه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، فمش عايز اتكلم في حاجه يعني هم يكونوا يعني هم هيكونوا ادق فيها في الرد دوت، يعني محتاج ان حضرتك ترجعي له بعد اذنك. تمام. طيب احنا كنا بنتحدث ان الرقابه دائما بتكون هي المشكله في مصر، المتابعه والرقابه بعد يعني تم اقرار القانون وتم انشاء المصانع وما الى ذلك، ولكن دائما مصر بيبقى عندها مشكله في المتابعه والمراقبه ما بعد انشاء أي هيئه. اتفضل. احنا كلامنا الصناعه يا فندم، لا هي الهيئه على فكره الهيئه موجوده وموجوده من سنين. تمام. يعني الهيئه صدر لها قرار جمهوري وبتاع دوت، فاحنا النهارده بنعيد تنظيمها. اي قانون بيصدر من خلال البرلمان، انا اعتقد ان هو اللجنه عندنا واللجان الاخرى كمان، احنا مش بنتابع اداؤه او بنتابع الحكومه نفذته ازاي بس، لان هو المفروض بعد ما بيصدر القانون بيطلع لائحه تنفيذيه للقانون من الحكومه بتنفذ القانون ده او بترجم المواد بتاعته لصيغه تنفيذيه هي تقدر انها تشتغل بيها. بعدها احنا من خلال المجتمع المدني او من خلال كمان الشكاوى اللي بتجيلنا واختلاطنا
بطريقة مباشرة بالمجتمع، بنقدر ان احنا برضو بنتابع بنسمع هل في النهاردة تطبق بالوجه الامثل، هل النهاردة كان في بعض السلبيات، هل هو محتاج إعادة النظر في بعض المواد بتاعته ولا لا. نفس الحكاية ده احنا عاملينها دلوقتي في قانون التراخيص، قانون التراخيص الصناعية صدر برقم 15 لسنة 2017. انا محتاج على الاقل سنة علشان اقدر اقيم الموضوع، يعني اقدر هو اقيم هو المفترض اللي بيحصل الاول ان انا بطرح القانون للاختبار او التجربة وبعد كده اعيد لا لا اعيد لا لا. سنه مرة تانية. لا 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 يا فندم، لا لا لا، انا بقول لو في حاجة، لو في حاجة، انما مش للاختبار. القوانين بتتعمل عشان يعني تدوم منفذ. ممكن انها تقعد بالضبط تنفذ وتدوم كمان 10 15 يمكن 20 سنه، احنا عندنا قوانين دلوقتي اكتر من كده. ولكن انا بقول لو كان في حاجه، في بعض الشكاوى، في بعض الحاجات ما كانش اتفسرت، المواد اتفسرت بطريقه كانت صعبه التنفيذ او حاجه، ترجعي تعملي اعاده صياغه او تبصي عليها، لانها مش يعني هي مش قرآن ولا إنجيل إن أنا النهارده مش هقدر محافظ عليها، ده مش تجربة. أنا بقول بقيم دلوقتي، هل حقق أنا النهارده عملت قانون؟ المفروض إن المرجو منه مثلا إن يبقى فيه سهولة ويسر مثلا في التراخيص. تمام. لو أنا طلعت دلوقتي إن القانون ما حققش الغرض ده، يبقى أنا النهارده محتاج أعرف إيه اللي كان فيه، هل فيه كان فيه عراقيل في تنفيذ الموضوع ده ولا لأ؟ فده اللي إحنا بنتكلم فيه، بنقيم وبنرجع نشوف تاني برضه هل العيب، هل كان في حاجه تشريعيه مش مفهومه مش واضحه. القانون الافضل هو القانون الاسهل في تطبيقه. نعم. لان ممكن تعملي تشريع ومحدش يقدر ينفذه على ارض الواقع. بالظبط. طيب انا النهارده عملت ايه؟ هل النهارده ما فيش قانون بيشتغل لوحده؟ يبقى في ليه قوانين ثانيه مكمله وقرارات مكمله ليها علاقه بالموضوع، او في جهات ثانيه، في اكثر من وزاره بتشترك فيه، فهل النهارده برضه هقدر ان انا في سهوله ويسر اوجد نوع من انواع التعاون بينهم، ولا هيبقى فيها بعض لسه العقبات؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده اللي احنا بنرجع ان احنا نشوفه ثاني عشان بنقدر في فتره التقييم اللي احنا بنتكلم فيها. طب هل متوقع يعني الوقت المتوقع لاصدار اللائحه التنفيذيه لهذا القانون؟ لا انا اعتقد انها يعني احنا كنا كاتبينها اكثر من يعني مقرر في القانون خلال 3 شهور، فما اعتقدش ان هم بيتجاوزوا، مش هيتجاوزوا الموضوع هذه المده. نعم. أو نعم. أو بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سمير النائب ورئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. وينضم لينا ايضا عبر الهاتف الدكتور احمد هارون وهو الخبير الاقتصادي. دكتور احمد تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا فندم. يعني بنتحدث عن هذا القانون اللي بالطبع اكيد حضرتك اطلعت عليه واهم بنوده، حضرتك شايف ازاي هيساعد هذا القانون في تنفيذ سياسات الدوله وخطط التنميه المستهدفه لل 2030 واللي بدات الدوله بالفعل في قطاعات كثيره جدا تنفيذها على ارض الواقع، ازاي سيساهم هذا القانون في تنفيذ خطط الدوله الصناعيه خاصه؟ بالتأكيد انتوا استعرضتوا بنود القانون بصفة عامة، وازاي انه هيخلي هيئة التنمية الصناعية لها نوع من الاستقلالية الإدارية، وفي نفس الوقت هيكون مسؤول عن النشاط الصناعي في مصر، هيكون أيضا مسؤول عن تنمية الأراضي الصناعية، عن توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، هيكون أيضا مسؤول عن التراخيص الصناعية، هيكون هناك صندوق لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وهذا الصندوق له موارده وله نفقاته ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. تمام. الحقيقة أن هذا القانون يعتبر هو الخطوة الثانية بعد قانون 15 لسنة 2017 تيسير إجراءات التراخيص. خلينا نتكلم بصفة عامة، الصناعة في مصر يعني شيء هام جدا 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 في التنمية والتقدم والتطور، هي تمثل في مصر حوالي 37% من الناتج المحلي، وبتستوعب من 17 ل 18% من العمالة. إعطاء هيئة التنمية الصناعية مساحة من الاستقلال ومساحة من السلطات سيعطيها حرية الحركة في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين. هناك طموحات كثيرة جدا وأعباء وأعمال كثيرة جدا يجب القيام بها، مثل توفير مجمعات صناعية بالتراخيص الخاصة بها، مثل ترفيه ملايين الأمتار التي تخصص للنشاط الصناعي، مثل تحديد مناطق صناعية مهمة جدا سواء في سيناء أو في الصعيد باعتبار أنها يعني محرومة من النشاط الصناعي. فالحقيقة كل هذه الأمور يدعم النشاط الصناعي في مصر،
النشاط طب هو الصناعي كل النقاط اللي حضرتك يساوي. ذكرتها دي يا فندم، نعم مش المفروض ان كان في جهة بالفعل هي المسؤولة عن اصدار هذه التراخيص ليها وترفيق الاراضي وكل النقاط اللي حضرتك ذكرتها دي بالفعل؟ لا طبعا هي موجودة، لكن القانون عمل حاجة إضافة جديدة إنه خلاها هيئة إدارية مستقلة ولا ميزانية مستقلة، واداها مساحة من حرية الحركة، ولا وأيضا تتبع من الناحية الإشرافية لوزارة الصناعة، مفيش مشكلة خلاص، لكن هذه المساحة من الحرية يجعلها يعني تسعى تسريع الوتيرة. بجدية في ترفيق الأراضي الصناعية، في تسليم الأراضي للمستثمرين، في إنشاء مصانع جاهزة بالتراخيص وتسليمها. أنا أعتقد أن الديناميكية والحركة دي هتفيد الاقتصاد بصفة عامة إن شاء الله. ان شاء الله. طب حضرتك شايف ان يعني احنا شايفين الحكومه بتقوم بمجهودات كبيره جدا مش بس في قطاع الصناعه، وايضا البرلمان بيساعد الحكومه بسن القوانين اللي بتهيئ المناخ لاي استثمارات جديده او اي صناعات جديده بتبدا في مصر. حضرتك شايف ان ازاي يتم الدعايه والاعلان عن كل هذه المجهودات مش بس في الداخل، لان احنا بس مش بنستهدف استثمارات داخليه، احنا كمان بنستهدف استثمارات من الخارج، كيف يتم ترويج خارجيا لكل هذه المجهودات والتسهيلات اللي بتقدمها الدوله والبرلمان؟ الحقيقه في شقين يعني مهمين جدا. نعم. في كثير من الاحيان ما يصدر قوانين ولا تاخذ حقها او مساحتها الكافيه في الاعلام لعرضها على الناس وعرضها على المستفيدين. واحنا قلنا ان في قوانين كثيره صدرت تعطي مميزات وتعطي زي الإعفاء الضريبي، وزي أن تقوم الدولة بتحمل أعباء التدريب والتأمينات، لكن لا تأخذ حقها الكافي في الإعلام لعرضها على الناس. أما الجانب الخارجي فمصر من أكبر دول العالم التي لها سفارات أو قنصليات ولا مكاتب تمثيل في الخارج، وبالتالي الممثل التجاري في الخارج يجب فورا عند صدور القانون في مصر أن يكون لديه نسخة ويتواصل مع الجهات الحكومية ويتواصل مع وزراء الخارجية أو وزراء التجارة لعرض هذه المشروعات. وإحنا تكلمنا قبل كده أن هناك الآن تم عمل خريطة استثمار لمصر وهي موجودة على موقع وزارة الاستثمار، ويجب الترويج لما في هذه الخريطة من استثمارات سواء صناعية أو زراعية. طب هو هل ده يا فندم تم نعم. مع قانون الاستثمار الجديد اللي صدر ولائحته التنفيذية اللي احنا كنا منتظرينه بفارغ الصبر، وكنا منتظرين أيضا أن بمجرد إقراره يتم الترويج ليه بشكل كبير نعم. عفوا الخريطة استثمارات أجنبية لمصر؟ نعم، الخريطة الاستثمارية يعني هي صدرت خلال الثلاث شهور فقط الماضية، وهي موجودة على موقع وزارة الاستثمار. طبعا أنا أطلب أنها تبقى موجودة على كل المواقع، على موقع وزارة الخارجية، على موقع وزارة التجارة، على موقع وزارة الصناعة، لكن عموما هذه الخريطة ويجب أيضا أن تكون مطبوعة وأن يتعمل سايت لنشرها حول العالم. دائما ما أكرر أن المستثمر الأجنبي لا يجب أن يأتي ويجلس في البلد ويقوم بعمل دراسة جدوى مشروعات تكلفه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، هذا كله إضاعة للوقت. حينما نقول له لدينا فرص استثمارية في مجال الزراعة، ولدينا فرص استثمارية في مجال الصناعة، ولدينا مجال أيضا السياحة. القوانين اللي بتسهل على هذه الاستثمارات وتسهل نجاحها بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي على هذا الرأي وهذا التحليل، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح دلوقتي مشاهدينا نشوف آراء حضراتكم في الشارع حول موضوع حلقة النهاردة، ونرجع مع حضراتكم سريعا نكمل النقاش. أكيد هيئة التنمية الصناعية بدأت بالفعل إن هي تطرح أراضي بالمجان في الصعيد، وبدأت توفر كمية أراضي كبيرة جدا، يمكن الفترة الجاية هتطرح حوالي 4 مليون متر مربع من الأراضي للمستثمرين، ودي هتبقى فرصة مميزة جدا للمستثمر يلاقي أماكن يقدر ينشأ فيها وحدات صناعية أو مجمعات صناعية. هيئة التنمية الصناعية أصدرت أو الدولة منحت الأراضي في الصعيد بالتحديد بالمجان. دي فرصة كويسة جدا جدا للمستثمرين، بس مطلوب مع منح الأراضي بالمجان مطلوب الإجراءات تكون ميسرة
مطلوب ان احنا نوفر شبكة طرق اكتر، مطلوب ان احنا نوفر لهم البنية التحتية عشان يستلموا الارض جاهزة للعمل بشكل اسرع. محتاجين لقانون التنمية الصناعية، لان القانون هينظم تخصيص الاراضي المخصصة للمناطق الاستثمارية الصناعية، بالاضافة لان احنا في حاجة لتنظيم عملية تنمية المساحات الواسعة. يمكن كان ظهر عدد كبير من اشكال الاستثمار الصناعي، كان منها المطور الصناعي، كان منها المنمي الصناعي. كانت الإجراءات ممكن تاخد 3-4 شهور، النهاردة خلال 7 أيام فقط يمكن لأي مستثمر أن يؤسس قلعته الصناعية بسهولة وبيسر. كمان من المهم جدا في هذا القانون أنه أصبحت الحكومة أو الجهة، سواء هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار فيما يتعلق بقانون الاستثمار، هي المنوبة عن المستثمر. يعني الجهة نفسها بتروح تاخد الورق وهي اللي بتخلص الإجراءات لهذا المستثمر، وبالتالي أعتقد أنه ده يعني بيحسن ترتيب مصر في الدوينج بيزنس على مستوى العالم بشكل كبير جدا. طبعا الاراء كلها جت مؤيده تماما لفكره هذا القانون والمواد وبنوده، وان ازاي هيسهل كثيرا جدا على الصناع في الفتره القادمه، وفكره الشباك الواحد وما الى ذلك والتراخيص من جهه واحده. طبعا ما فيش حد يختلف على التيسيرات والتسهيلات اللي هيقدمها هذا القانون، ولكن عشان نعرف برضو التسهيلات اللي قدمت من خلال هذا القانون لازم نعرف اهم المعوقات، واللي هنعرفها معانا مع بعض مع الاستاذ عادل فاضل رئيس جمعيه صناع مصر. استاذ عادل تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا اهلا بيك. هو طبعا صدور هذا القانون في هذا التوقيت هو شيء جيد جدا لسبب واحد، انه يعني برضه نتيجه لوزاره الصناعه عددت الخريطه الصناعيه، كان لابد ان يتواكب ان تكون الجهه المنوط بها تنفيذ وتنميه الصناعات المصريه تبقى جهه مستقله اجراء قانون، و حتى يعني تنتهي من البيروقراطية اللي كانت بتعطل كل الاستثمارات وكل النمو الصناعي. تمام. هو يعني دي مرحلة جيدة، بس هو يجب ان احنا برضو نضع في الاعتبار يعني كيف نستعيد الصناعة المصرية. احنا محتاجين الى تكثيف الجهود للصناعة المصرية. احنا عندنا صناعة وطنية، عندنا صناعة مصرية، عندنا صناعة قديمة. هناك بعض المشروعات الصناعية اللي تعوقت، بعض الشركات الصناعية اللي خرجت بره الخريطة الصناعية، ازاي لابد ان احنا نستعيدها تاني بحيث ان احنا نبقى فعلا بلد مصر بلد صناعية بالكامل. طيب احنا برضو كنت عايز اعرف من هيك اهم المعوقات اللي قدر هذا القانون يقضي عليها تماما اللي كانت بتواجه الصناع في مصر. تعدد الجهات المنوط بها الترخيصات الصناعيه، البيروقراطيه وتعدد الجهات، كذا جهه ومن هنا لهنا، والوقت، وكل ده الوقت ده بيضيع وقت الاستثمار. طيب هل كان بما ان حضرتك يعني رئيس جمعيه صناع مصر، هل حضرتك شايف ان كان هناك طلبات اخرى للعاملين في قطاع الصناعه في مصر كان المفترض ان هو هذا القانون يراعيها وهو بيسن؟ هل كان هناك طلبات معينه لتسهيل اكتر على عمليه الصناعه في مصر؟ يعني بصدور هذا القانون والتزام بالتوقيتات اللي قالها هذا القانون، والتزام بالشباك الواحد، والتزام بكل ده، وان تبقى تتغير الفلسفه من ان تكون الهيئه هي الممثل للمستثمر وهي المنوب بها المستثمر قدام الجهات وقدام الحكومه، هو ده. بس نامل ان تكون هذه الخطوات بشكل جيد ورقابه جيده، والتنفيذ يكون جيد من خلال كوادر مدربه وكوادر فاهمه ما تقدر تلتزم بهذا الخط. طب هل النقطه دي يعني كانت منتظر ان لهذا القانون عشان يتم النظر ليها، فكره تدريب الكوادر؟ ده ده ده, ده كان شيء طبيعي ان يتم هذا التطوير. لما تيجي وزاره الصناعه تعمل خريطه صناعيه لمصر، تصدر خريطه صناعيه على مصر، على جمهوريه مصر العربيه، اللي احنا كنا بنتمنى من زمان ان نكون نقول مصر ما عندهاش خريطه صناعيه، صدرت خريطه صناعيه. كيف نحول هذه الخريطه الصناعيه الى واقع فعلي وعملي وجاذب للمستثمرين والاستثمارات من خلال هيئه منوط بها وجهاز منوط به تنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمه لاي مشروعات صناعيه.
طيب يعني انا افهم من كلام حضرتك ان هذا القانون المفترض ان احنا نشوف الفتره القادمه القاطره ستسير في الفتره القادمه كده يعني الصناعة. معلش الحجج اللي كانت بتقول للجهات اللي كانت بتعوق وبتعطل التنميه الصناعيه النهارده الحجج دي راحت عندك نعم. عندك فايقه معها قانون ملزم وقانون واضح وبيلزمها بكل الكلام ده. مش ناقص غير ان تكون الكوادر القائمه بالتنفيذ هي كوادر واعيه ومدربه وفاهمه بحيث ان ما يحصلش اي نوع من البيروقراطيه ولا التعطيل وتبقى المشاكل واضحه والمطلوب من المستثمر واضح والالتزامات اللي عليه واضحه والواجبات اللي هي تعملها واضحه نعم. بشكل معين. بشكرك نعم بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل فاضل رئيس جمعيه صناع مصر. طبعا وجهه نظر حضرتك وصلت ويعني يمكن الدوله بتقدم كل ما لديها قوانين تم سنها تسهيلات تم وضعها كل عشان نشوف الفترة القادمة فعلا تنفيذ لخطة الدولة للتنمية المستدامة خاصة زي ما ذكرنا النهاردة في قطاع الصناعة وهو قطاع هام جدا بجانب كافة القطاعات الأخرى للدولة عشان القطار يسير في اتجاهه الصحيح. وقبل ما اختم مع حضراتكم هنروح مرة تانية نشوف أراء حضراتكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج وهنروح مرة تانية للزميلة عبير شوشة. إليك مرة أخرى عبير. نعم ميرفت مجموعة جديدة من التعليقات اللي بتؤكد هذه المرة على أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة. أحمد الناظر كتب أولا عمل مشروعات صغيرة جادة وبإشراف وزارة التضامن، عمل ورش في المدارس الصناعية الفنية وإعطاء مقابل مادي وامتيازات أخرى كفتح مشروع للمتفوقين. محمد صلاح تقدم الصناعة مبني على تقدم الزراعة والحل يكمن في زراعة مليون فدان وسوف تروي مصر في المستقبل القريب. إبراهيم شريف كل ما أعرفه أننا لدينا ترسانة من القوانين في كل صغيرة وكبيرة لكن لا يتم تفعيل معظم هذه القوانين وكل ما أتمناه سواء بتفعيل قانون أو غيره أن أغمض عيني وأفتحها على صناعات صغيرة جيدة في كل مجالات الصناعة لا يوقفها قانون ضرائب أو موظف تأمينات أو أمن صناعي لكن كل ما أريد أن أرى أن أذهب لشراء أي شيء أجد عليه صنع في مصر وليس صنع في الصين. أحمد طلبة استغلال الخام المصري المستخرج ووضع قانون يحد من تصدير الخام واستخدام الخام محليا في الصناعة. أم عمر الشيخ تسهيلات لأي شخص يعمل في مجال الصناعة وعدم فرض قرارات تعجيزية عليهم. قبيسي القاضي قرار إنشاء مصانع غزل ونسيج محتاج قانون إذا كان كل شيء متوفر الأرض داخل المدن والأيدي العاملة والبنية التحتية كاملة المرافق إنشاء مصانع في أرض الشؤون الاجتماعية صديقة للبيئة. أشرف عبد الكريم بالفعل قانون التنمية الصناعية يحتاج إلى آلية قوية لتطبيقه والاستفادة منه في التنمية الصناعية ويتم ذلك من خلال الوقوف على متطلبات الصناعة والتحديات التي تواجه تقدم الصناعة والصناع وتحقيق الجودة والمنافسة وفتح الأسواق لها داخلية وخارجية. حسين عبد العال ما فيش تنمية صناعية إلا بدون تنمية زراعية متكاملة واكتفاء ذاتي من الزراعة أولا. يعني كما قلنا في البداية الصناعة تقوم على الزراعة، علينا أيضا الاهتمام بالصناعة. كانت هذه مجموعة ثانية وأخيرة من التعليقات وأعود إلى زميلتي ميرفت. نعم عبير يعني يبدو فعلا ان كافه الاراء بتتجه اكثر نحو ضروره الاهتمام بالزراعه ويمكن السيد رئيس مجلس الوزراء كان اجتمع مع وزير الري والزراعه ايضا وتحدث عن هذا الشان والاهتمام بمشروع المليون ونص مليون فدان ونصف مليون فدان للاهتمام به في الفتره الجايه. اذا زي ما شفنا وزي ما قلنا مشاهدينا يعني هناك خطط موضوعه بشكل متوازي بتسير مع بعضها، قطاعات كثيره بتقوم مع بعضها، قوانين بتسن، تسهيلات بيتم وضعها عشان نضع مصر على الطريق الصحيح للتنميه في كافه المجالات. وطبعا بنتمنى ان لا ترى اي معوقات في هذه القوانين في الفتره القادمه. وزي ما قلنا وشفنا خلال حلقتنا النهارده ان هذا القانون قد ايه سيسهل وييسر على الصناع في مصر بشكل كبير جدا. قبل ما اختم مع حضراتكم حلقه اليوم اسمحوا لي اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل وهو كيف ترى اتجاه وزاره الاوقاف بتمثيل المراه في مجالس ادارات المساجن؟ بالطبع ننتظر مشاركات حضراتكم معانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه للبرنامج. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه لهذه الحلقه والى اللقاء.